بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. تقدم أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود والمشركين لما نزل قول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وضرب الله الأمثال في القرآن، سخروا من هذا وقالوا: ما يصنع الله بهذا، وما الفائدة من ذكر العنكبوت وذكر الذباب وذكر غيره في القرآن. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني ليس هناك شيء يمنع الله تبارك وتعالى أن يضرب الأمثال. والأمثال أنتم تعلمون أنها من لغتكم، وتفهمون موقعها، وتعرفون تأثيرها عليكم. والله تبارك وتعالى يخاطبكم بلسانكم وببيانكم، ولكنه الاستكبار والعتو والعناد والمكابرة. فقال لهم: لا يمتنع الله عز وجل أن يضرب المثل بالبعوضة، والبعوض معروف يضرب مثلا ما، أي يضرب لكم من الكلام مشابها لما يريد أن يبينه لكم حتى يقرب معناه إليكم. هذا معنى يضرب مثلا، يعني يضرب لكم من القول مشابها يقرب به المعنى. ومثلا هو مفعول لفعل يضرب، يضرب مثلا، ومثلا ما للتنويع والتكثير، أي مثل، ليس فقط بالذباب ولا بالبعوض ولا بالعنكبوت ولا بالحمار، يضرب مثلا أي مثل يريده الله تبارك وتعالى ليبين لكم به مراده، أن يضرب مثلا ما بعوضة بعوضة عطف بيانه بدل من مثلا ما، من هذا المثل وهذا المتنوع، المثل المتنوع المتكاثر الكثير منه أو مثال له: بعوضة فما فوقها. والبعوض معروف، وهو يعني طائر، حشرة صغيرة تطير مؤذية، ويضرب بها المثل في الحقارة وفي الضعف وفي القلة، والعرب تعرف هذا، فإنهم يقولون أضعف من بعوضة، يعرفون هذا المثل، هم يقولون وهم يضربون بها المثل. لكن هنا عندما يأتي كلام من الله تبارك وتعالى من رب العزة هم يستنكرونه ويكابرونه. فالضرب الأمثال قالوا ألح من ذبابة وأضعف من بعوضة، وقالوا أهدى من القطا وأضل من الغراب، الأمثال عندهم كثيرة. ومنه قول القائل: والناس أهدى في القبيح من القطا، وفي الحسنى أضل من الغربان. الناس في الأشياء القبيحة يتهادون ويتكاثرون ويقلد بعضهم بعضا، ومن أسهل ما يكون أن يتجمعوا ويتنادوا ويصغوا ويسمعوا ويستجيبوا للأشياء اللي تبقى هي من الهوى ولا من البدع ولا من المنكرات، من أسهل ما يكون أن الناس ينقلون إليها. ولذلك تجد كلما ينعق ناعق بأي شيء في مخالفة الشريعة وفيه يعني تلبية لدعية النفس ولهواها، وسرعان ما ينتشر، سرعان ما يتكاثر وينقله الواحد على الآخر، والناس يعني ينقدون إليه ويستسلمون إليه حتى يسيطر على عقولهم وعلى سلوكهم، ينتشر الفساد وينتشر القبيح كما
تنتشر النار في الهشيم ولا يعني لا تجد صعوبة. لكن في الهداية عندما يريد الإنسان يهدي إلى حق أو يبين سنة وكذا من أجل أن تحول الإنسان من بدعة أو من هوى نفسه إلى الحق من أصعب ما يكون، تحتاج إلى معاناة وإلى معالجة وإلى صبر. لذلك كان مهمة الأنبياء شديدة وشاقة، أن ننظر مكان كيف أو ما كان يكابده ويعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحول الناس من عبادة الأوتان ومن خرافاتهم ومن ضلالاتهم إلى الإيمان مع أنه يهديهم إلى الهداية. فالدعوة والتحول من الحق من الضلال إلى الحق هذا يحتاج إلى صعوبة، وإلى هذا هو معنى قول القائل والناس أهدى في القبيح من القطع، قطع طير يعني ذكي يستطيع يعني أن يتعرف مكانه ويتعرف موضع فراخه مهما وضعته في الصحراء من غير علامة ومن غير شيء، يستطيع أن يهتدي إلى ذلك. في القبيح الناس هكذا يسهل عليهم هذا الأمر، وفي الحسنى عندما تهدي ترشدهم إلى خير وكذا أضلوا من الغباية تقلوا اتجه هكذا اتجه هكذا، تبين لك هذا يقول لك لا هذا لا عنده مأرب، هذا عنده نوايا، عنده كذا، لا تسمع إليه كما كانوا يفعلون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تركوا صفة من الصفات القبيحة قبحهم الله إلا وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحسنى أضلوا من الغباية. وذلك يقول القائل يعني في الغراب الناس يعني إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، الإنسان لابد أن يتخذ له قدوة وأسوة ما يهديه إلى الحق لا ما عادته أن يهديه إلى الباطل وإلى الضلال. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها، كلمة فوق هذا اسم مبهم يصلح فوقها في الكثرة وفي الكبر وفي العلو وفي الرفعة وفي العدد، ويصلح أن يكون فوقها في النزول دونها في الصغر وفي القلة. لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني فما هو أكبر يضرب المثل بالبعوضة وما هو أكبر من البعوضة. ويصلح أيضا أن يكون المعنى أن يضرب مثلا ما بعوضة يضرب مثلا بالبعوضة وما فوقها، أي ما فوقها في الصغر وما دونها بالذرة وبالشيء الصغير. فضرب المثل يكون كلمة ما فوقها تصلح للنزول للصعود وتصلح للنزول. وذلك يقال هذا الرجل كبير وفوق الكبير، واحد يسأل يقول لك والله فلان كبير، رسل يقول لك كبير وفوق الكبير، ما فوق الكبير معناه طاعن في العمر. وفلان صغير يقول لك فلان قديش عمره، صغير ولا كبير، يقول لا صغير وفوق الصغير، فوق الصغير معناه أقل ما يمكن في الصغر. فكلمة فوق تصلح للنزول تحت وتصلح أيضا للصعود إلى أعلى. فهذا معنى يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيضرب المثل بالله عز وجل بما فوق البعوضة بالذباب وبالعنكبوت وبالحمار وبغير ذلك، ويضرب المثل بما دون ذلك من الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني هنا ضرب المثل بالذرة أصغر شيء ليقول الإنسان لا يكاد يراه أو لا يبصره إلا بالمجهر، هذا أيضا يذكره الله عز وجل ويبين، لأن هذه الآية في معنى المثل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أعطت ضابطا جامعا مانعا كاملا يحكم سلوك الإنسان كله، يحكم سلوك الإنسان كله من أوله إلى آخره، كله يدخل تحت هذه الآية. ولذلك قالوا لما جاء جد الفرزدق صعصع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال لا أبالي بعد هذا ألا أسمع شيئا من القرآن، قد انتهت الموعظة، اكتفيت، قد انتهت الموعظة، ما عادش محتاج،
أي مسلم يستطيع هذه المادة واحدة، هذه الآية زي ما تكون مادة في قانون أو في دستور تحكم جميع سلوك الناس وتصرفاتهم وأخبارهم وأعمالهم كلها تحكمها آية واحدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يحتاج المسلم إذا أراد أن يعمل هذه تكفيه. ولذلك مشكلتنا الآن ليست مشكلة بيان ولا علم ولا معرفة ولا تعليم بقدر ما هي مشكلة عمل. هل هناك أحد الآن لا يعرف هذه الآية أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ هل هناك أحد لا يعلم؟ قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هل هناك أحد لا يعلم معنى قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ الناس كلها تعرف هذا، ما في حد ما يعرف. حتى الذي لم يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب يعرف الصلاة خير من النوم، ويعمل أنه إذا عمل شرا سيجد شرا، وإذا عمل خيرا سيجد خيرا. وذلك يعرفه الناس ويعلمونه، ولكن الإشكال والقضية هو في الانضباط والعمل بمقتضى ما يعلم الإنسان، لأنه لا يكفي الإنسان يعلم، بل الذي ينجيه هو العمل والالتزام بما يعلم. ولذلك هذه الآية تسمى الآية الجامعة الفاذة. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الخيل وسئل عن الحمر، سئل عن الخيل فقال هي لواحد وزر ولواحد أجر ولثالث ستر. فأما الذي الخيل عليه وزر هو الذي يربطها للخيلاء والفخر والرياء، زي ما هو شائع الآن بين الناس، يعني يربطها الخيل ليقال فلان عند النوع الفلاني أو السلالة الفلانية، ويشترونها بأغلى الأثمان بمئات الآلاف من أجل أن الشهرة، من أجل أن يعرف أن فلان يملك أحسن حصان عرابي، أحسن حصان ضامر، يعني أحسن حصان له شهرة في العالم، له اسم فلان. الذي يملك الخيل بهذا المعنى هذا هو موضعه، يملكها للفخر وللرياء، عليه وزر. ومالك الخيل الآخر يملكها ستر، من أجل يعني يربطها ليس للخيلاء والفخر، ولكن إذا كان هو يتاجر فيها يؤدي يعني ما عليها، يؤدي ما فرض الله تعالى فيها من الزكاة. لأن الخيل إذا كانت هي للتجارة زي ما يعملوها الآن الناس يتاجرون فيها وتجارة رابحة، فهذه لابد فيها من الزكاة مثل عروض التجارة. إذا كان إنسان يقتني خيل هكذا بحيث ليكتسبها فقط لأنه يجر عليها العربة ولا يحكم يعمل بها أي عمل يستفيد منها وكذا، لا زكاة فيها. لكن الخيل اللي يملكها الإنسان من أجل أن يتاجر فيها، يشتري ويبيع ويربح من ورائها، هي لابد أن يؤدي حق الله فيها. هذه هي الخيل التي لصاحبها ستر. الخيل إذن هي ثلاثة، لواحد أجر، لواحد وزر اللي هو يربطها للخيلاء والفخر، ولواحد آخر ستر والذي يربطها لا للخيلاء ويؤدي حق الله فيها إذا كان يتاجر فيها، ولثالث أجر يربطها في سبيل الله، كان الجهاد كله في على الخيل، يربطها لا للفخر ويربطها لينفع بها المسلمين، وإذا كان احتاج لها في أي يعني ما ينفع الناس ويتاجر فيها وينمي منها ماله وكذا وينفقه ذلك في سبيل الله، فهذا مشروع من مشاريع الخير ولصاحبها أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخيل فأجابهم بهذا الجواب، هي ثلاثة أنواع، وزر وأجر وستر. وسئل عن الحمر، حمار، فقال لم ينزل علي فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليس هناك آية في القرآن ولا
وحي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فيما يتعلق بما هل يعني اقتناء الحمار أو العمل به أو ما حكم يعني تملكه أو حكم كذا، قال ليس فيه شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة، كانك عملت به خير فهو لك فيه أجر، وإذا عملت به شر فعليك وزره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فسألوه إذن عن الخيل وعن الحمير، قال ولم يسألوا على البغال، البغال لأنها لم تكن في الجزيرة العربية، لا يوجد البغال، لا توجد البغال في ذلك الوقت إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها إليه المقوقس، لم يكن لم تكن البغال موجودة في الجزيرة العربية ولم تكن شائعة، وذلك لم يأتي السؤال عنها. إذن هذا نوع من أنواع ضرب المثل بما فوق البعوضة في الصغر، وهو الذرة وما دونها وما لا يرى إلا بالمجهر، بعوضة فما فوقها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى فوق أنه يصلح للكبير ويصلح للصغير، أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوعك وعكا شديدا، فقال له يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فقال نعم إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني يصيبني من الأذى ومن الألم. لا تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياته راحة وأن لم يبتلى بالمصائب ولا بالأمراض ولا بالمشاق، لا، قاله إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، اللي يقدر يتحمل شخص واحد هذا يعني الذي يوعك به لا يستطيع أن يتحمله شخص واحد، بل يحتاج إلى رجلين. يعني ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة ومن الألم ومن المرض لا يتحمله رجل واحد، وإنما يحتاج إلى رجلين، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال عبد الله مسعود إذن إن لك أجرين، قال نعم، فإن المؤمن ما يصيب المؤمن من وصب ولا وصب، أو ما يصيب المسلم من أذى، الشوكة فما دونها، ما يصيب المسلم من أذى، ما يصيب المسلم من أذى الشوكة فما دونها إلا محيت به بها خطاياه، ما يصيب المسلم من أذى الشوكة فما دونها إلا محيت بها خطاياه. فإذا ما يصيب الإنسان من أذى، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشوكة فما دونها، ما معنى الشوكة فما دونها؟ يعني مقدار وخزة الشوكة، فما دونها يعني فما فوقها، الشوكة فما فوقها ليس فما دونها، ما يصيب المسلم من أذى الشوكة فما فوقها إلا محيت له بخطاياه، وتحط عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. فقوله صلى الله عليه وسلم الشوكة فما فوقها، يعني ما يصيب الإنسان من ألم من وخز مهما كان حتى مقدار الشوكة، أو فما فوق الشوكة أو ما دون الشوكة. الفوقية هنا أيضا فوقية بمعنى العلو، مثل عندنا وخزة شوكة يكون أشد منها، مثلا وخزة الزنبور أو النحلة أو وخزة السكين، هذه فما فوقها في العلو يعني أشد منها وأقسى منها وأكثر ألما منها. وكذلك الشوكة فما فوقها في الصغر والقلة، مثل نقصة النملة أو أي شيء أقل من ذلك بعوضة. فما يصيب المسلم من أذى الشوكة فما فوقها يعني أشد منها أو أقل منها إلا محيت بها خطاياه، وتحط عنه خطاياه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تحط عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. أي نعمة عظيمة، أي بشارة عظيمة مثل هذه. الإنسان يؤجر ولا يدري، إنسان لا
عندما لا يتمنى بطبيعة الحال، ما في إنسان يتمنى الألم ولا يتمنى الضرر ولا يتمنى الابتلاء، لأن نهينا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول إذا سألتم فاسألوا الله العافية، لا تسألوه البلاء، لأن الإنسان عندما يبتلى قد لا يصبر، قد يجزع، قد يسخط، قد يضيع أجره. لكن انظروا إذا وقع البلاء والإنسان يعني وقع عليه بعد وقوعه، انظروا ماذا عد الله تبارك وتعالى لمن وقع عليه البلاء. ما من خطيئة عليه إلا ويحط الله عز وجل عنه بسبب حتى الوخزة الصغيرة، حتى الألم. عندما الإنسان يحس بوخزة في صدره، في بطنه، في جنبه، في رأسه، عليه أن يحتسب، هذه هدية من الله عز وجل أهداها إليك. يعني إذا أتتك المصيبة وأنت لم تطلبها وأنت تسأل الله العافية ومع ذلك أتتك وشعرت بها وحسست بها، فعليك أن تفرح بذلك، لأنها هدية إكرامية أتتك من الله عز وجل من غير تذكرك الله عز وجل. مثل ما يكون عندك أمير ولا ملك ولا ولي البلد يتحفك بهدية، يأتيك ويقرع بابك ويوصلك هدية من حيث أنت لا تطلبها ولا تشعر بها. هذه هي المصائب عندما يصيب بها الإنسان، وهذا هو الألم. عندما يؤلم يتألم الإنسان هذا هو جزاؤه عند الله عز وجل، وهذا وعد صدق ووعد حق وكلام حديث صحيحة كثيرة متكاثرة كلها بهذا المعنى. مهما يصيب الإنسان من ألم كبير أو صغير فالله عز وجل يحط به عنه خطاياه. بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث يبين أن الله عز وجل يحط الخطايا بهذه الابتلاءات، ولكن ليس فيه ما يدل على أنه يعطي به الحسنات ويرفع به الدرجات ويكرم به الإنسان، تكرم به منازل الإنسان في الجنة. قالوا هذا لا يدل على أن المصائب والابتلاء وكذا هو يحط من السيئات فقط ولا يرفع الدرجات، لكن الصحيح والتحقيق عند أهل العلم أنه يرفع به الدرجات ويعطي به الحسنات، لأنه ورد حيث أخرى ذكر فيها ذلك. فقد قالت عائشة كما في صحيح مسلم، قالت عائشة للذين عثروا في طنب، طنب هو الحبل ليربط به الخباء، قال طنب ويقال طنب، يربط به الخباء وما يوضع ما يربط به هذا الحبل يسمى وتد. عثر بعض الناس في طنب فضحك الناس منه، فقالت عائشة رضي الله عنها لا تضحكوا منه، نهتهم عن ذلك. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من شوكة يشاكها إلا رفع الله بها درجاته وكفى عنه بها سيئاته. فهذا حديث نص في أن الله عز وجل يرفع الدرجات حتى مثل هذا الأمر. إنسان يعثر في شيء أمامه لا يبصره ولا يراه ويظن أنه يعني أوذي وكذا، هو عليه أن يستبشر بذلك ويفرح. فهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته عائشة في هذا الخصوص، يعني عثر في طنب حبل ليربط به الخباء ويربط به الفسطاط أو الفسطاط بفتح الفاء وكسر، الفسطاط اللي هو الخباء الكبير، الخيمة الكبيرة تسمى فسطاط، وتربط بحبل، فعثر فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضحكوا منه فنهتهم عن ذلك، وذكرت أن حتى مثل هذا الأمر يمر به الإنسان في حياته وفي يومه وليلته، كل يوم يعني يصيبه وما في أحد ما يتأذى بأي نوع من أنواع الأذى، حتى مثل هذا الأذى الصغير فالله عز وجل يكتب به الحسنات ويرفع به الدرجات ويحط به من السيئات. والحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يضحك مما يصيب غيره، مثل من عثر في شيء وكذا، فنهتهم عن الضحك من هذا، لأن الضحك في مثل هذا الموقف هو شماتة وكسر لخاطر من أوذي. إنسان يخطئ أمامك، إنسان أخطأ في كلامه وأخطأ في كذا فتضحك وتسخر، قالوا لا يجوز هذا. إذا باختيارك إنسان إذا يعني حصل أمامك موقف، حصل موقف يضحك منه، فينبغي إنسان يسيطر على نفسه ولا يسخر ممن وقع منه هذا الموقف الذي يستحى منه ويخجل منه، لأن من يقع منه شيء أمام الملأ عادة يحس بالنوع من الخجل ومن يستحي ويصيبه ضيق ويتمنى أنه لم
يحصل منه هذا الشيء، هذا الشيء أمام الناس، فينبغي أن يستر، وينبغي لا ينبغي أن يشهر هذا الأمر، هذا الأمر منه، ولا أن يضحك منه. فنهته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قال لا تضحك، قالت له لا تضحك منه، لأن هذا فيه كسر لخاطره وفيه شماتة به، وهذا منهي عنه. فإذا الابتلاءات والمصائب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الشوكة فما فوقها، ما أعلى منها وما أقل منها، كله يعني له أمران، أو يحصل به العبد شيئان، يحصل به رفع الدرجات وتكثير الحسنات، وأيضا تكفير السيئات وحط الخطايا، كما تحط الشجرة ورقها. ولذلك قالوا أكثر الناس ابتلاهم الأنبياء، هل الله تبارك وتعالى لا يحب أنبياءه؟ أبدا، هم أقرب الناس إليه وهم أحبهم إليه، فكانوا هم أكثر الناس ابتلاء وأكثر الناس تعرض للمصائب، كما جاء في الصحيح البخاري وفي غيره، أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكل ما كان الإنسان قريبا من ربه تذكره الله عز وجل بهذه الأشياء التي ترفع من درجاته وتكفر، حتى إن العبد إذا يبقى الله عز وجل من هذه الابتلاءات وهذه المصائب وليس عليه خطيئة، يبقى الإنسان هو غارق في ذنوبه، حياته كلها مبلوعة بالمخالفات الشرعية والانتهاكات والمعاصي وكذا، ولكن الله عز وجل يريد به خيرا فيبتليه ويتدرج به في الابتلاء، ويطول به المرض أحيانا، والناس تنظر إليه ويقولوا كيف يعني، يستغربون، هذا الرجل الخير، هذا الرجل الصالح، هذا الرجل كان يتصدق، هذا الرجل كان يأمر بالمعروف، ما علمنا عنه إلا خير، ومحسن إلى أهله وإلى جاره وإلى بار بوالديه، ويفعل كذا ويفعل كذا، وبعد ذلك انظروا كيف تألم وكيف تعذب، وبقي مثلا عام، وبقي عاما أو عامين أو ثلاثة وهو مع الفراش ويتألم ويتقلب يمينا وشمالا، انظر، لا يعجبوا من هذا أبدا، لأن هذا أراد الله عز وجل به خير، لأنه العبد يعني يبتليه الله بهذه الأمراض وهذه الابتلاءات حتى يلقى الله، وليس عليه شيء أبدا، كل ذنوبه تغفر له، خلاص، هذه أي منزل أعظم من هذا؟ إنسان يعني في عام ولا في عامين تألم فيها من المرض ولقي الله عز وجل على الجنة، أي شيء أعظم من هذه المنة ما الله تبارك وتعالى عليه. فإذا الابتلاءات هي أحيانا خير من الله عز وجل، وليس هي غضب، بل هي محبة من الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد ما كابده النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت لم يصب به أحد، كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم بجنبه ركوة فيها ماء، يضع يده في الماء ويمسح بوجهه ويقول لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات، من شدة الألم يتألم ويتضجر، لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات، كما ورد في صحيح البخاري وفي غيره، كان ينصب يده هكذا ويردد هذه الكلمة حتى يعني صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى وسقطت يده. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما أغبط أحدا بشدة أو بهوان موت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نتمناش أن واحد يعني تخرج روحه بسلاسة هكذا، ويقول فلان، هو قد يكون الإنسان تخرج روحه بسهولة وهو من أهل الخير، ليس هناك ما يمنع، الله عز وجل أراد أن يخفف عن الموت وهو من أهل الخير، هذا أمر جائز وواقع. لكن قالت ليست هذه قاعدة، لا أغبط أحد، يعني لا أتمنى أن أكون مثل أحد يعني خرجت روحه بسلاسة وبهوان، وذلك لما رأيتم من شدة الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه الإنسان لما يشدد عليه الموت ليس هذا معناه علامة سوء بالنسبة إليه، قد تكون هي علامة خير. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي وإنه على صدري، وما رأيت أشد موت على أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألم ألما شديدا وأصابه ما أصابه من ألم خروج الروح، فهذا كله
في معنى أن المصائب والابتلاءات ليس معناها أن الله عز وجل لا يحب العبد. أحيانا كلما تكون محبة الله لعبده أكبر يكون الألم عليه والابتلاء عليه أشد، وهذا هو معنى أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وذلك يقول القاضي ابن العربي في مسألة شدة الموت على الناس، يقول بعض الناس يشدد عليه الموت من باب يعني العقاب، الفاجر الكافر يشدد عليه الموت عقوبة له، وبعض الناس قد يشدد عليه الموت من أجل يعني تكفير الذنوب عنه، مؤمن شد عليه الموت من أجل لأن كل ما يصيبه في حياته فالله عز وجل يرفع به درجاته ويكف عن سيئاته. وأحيانا يشدد الموت لا لهذا، لا هو انتقام ابتلاء وله لرفع الدرجات، وإنما هو للعظة والعبرة ليبين الناس كما اشتد الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الناس على عظة وعلى عبرة، وما يبقوش يحكم على الناس أن هذا خفف عليه الموت هو من أهل السعادة أو شد عليه الموت هو من أهل الشقاء. ليست هذه قاعدة، قد يشتد الموت على أهل السعادة وأهل الخير، وقد يسهل الموت على أهل المعاصي، فالمسألة ليست هي قاعدة يقول في هذا الإنسان ما فلان خفف عليه أو شد عليه، هذه ليست قاعدة في ما هو عند الله تبارك وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى بعوضة فما فوقها، يعني يضرب الله عز وجل المثل بالبعوضة وما فوقها في الكبر وما فوقها في الصغر. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، هنا تفصيل بعد أن ذكر الله عز وجل الكلام مجمل وبين أن الله لا يمتنع عليه أن يضرب المثل وعلى الناس أن يسمعوا ويعوا وأن يخضعوا لقول الله، لأن هذا الكلام وهذا القول من قول الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عليهم أن يفهموه وأن يتقبلوه ولا يردوه ولا يسخروا منه ولا يستخفوا به ولا يستهزئوا به، فهو تنزيل من حكيم حميد بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا، هنا تفصيل، عندما يسمع الناس المثل بالبعوضة وما فوقها في الكبر والصغر الناس فريقان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، هذا القسم الأول. أما أداة شرط وتفصيل ويؤتى بها في الكلام عندما يراد تفصيل الكلام وتنبيه السامع إلى أن يعي ما يلقى إليه، فعندما يؤتى بأما يستفتح بها الكلام لفت لانتباه السامع، لأن الذي سيلقى إليه في غاية الأهمية عليه أن يعيه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، الذين آمنوا فيعلمون، أما أداة شرط فيعلمون، لأن كانت أداة شرط جوابها كان فيه حرف الفاء فيعلمون، وفعل الشرط محذوف، فأما الذين آمنوا فيعلمون تقدير الكلام مهما يكون من أمر فالذين آمنوا يعلمون أنه الحق، مهما يكون من أمر كلام السابق بعض الناس يستجيب أو لا يستجيب، والناس وأشكال وأنواع وأنماط، لكن مهما يكون من أمر فالذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما عليك بأهل الباطل والضلال، فالمؤمنون على يقين مهما يكون الحال، فهم يعلمون أن هذا الكلام في ضرب المثل بالبعوضة وما فوقها هو الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون، الذين آمنوا هنا قالوا وصف المؤمنون بالفعل آمنوا، وعقب بعده بقوله يعلمون أنه الحق من ربهم، فكأن معرفة الحق من الباطل مترتبة على حصول الإيمان. وذلك قالوا أصل حصول الإيمان، لأنه قال آمنوا سواء كان الإيمان كامل أو إيمان ناقص، مدام حصل إيمان فهناك فرصة للمؤمن أن يميز الحق من الباطل بسبب الإيمان. الإيمان له دخل كبير، الإيمان له دخل كبير في تمييز الحق من الباطل، يعني الإيمان فيه نور، الإيمان فيه بصيرة، الإيمان هداية، لأن أول درجاته
توصلك إلى ما فوقها. فالإيمان هو بداية البصيرة وبداية الفرقان وبداية التمييز بين الحق والباطل. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. إذن معرفة وتمييز الحق من الباطل هو مترتب ومتوقف على الإيمان وعلى الهداية. فمدام حصل أصل الإيمان مهما كان حتى ولو لم يكتمل هذه الدرجة الأولى التي يستطيع بها الإنسان أن يميز الحق من الباطل، فما بالك إذا اكتمل إيمانه وحرص على أن يترقى في الإيمان بالطاعات. لأن الإيمان كما هو معلوم ومعروف يعظم ويكمل ويكبر بالطاعات. كل ما أنت تتحصل أو تضم إلى رصيدك فيه منقبة أو حسنة من الحسنات هو يعظم، معنى الإيمان يعظم في نفسك ويكمل. فليس إيمان جبريل أو إيمان أبي بكر عليهم السلام ورضي الله تعالى عنه، ليس إيمانهم كإيمان أي إنسان منا مجرد أنه يعني يوحد ويعبد ويصلي الله عز وجل وليس في قلبه من الخشية ومن المعرفة بالله عز وجل مثل ما عليه أبي بكر الصديق أو عليه جبريل أو غيرهما السابقين والمتقدمين. فالإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويختلف باختلاف الطاعات، وكل ما تكثر الطاعة ويكثر اليقين والتوحيد واليقين في الله تبارك وتعالى كل ما يعظم الإيمان. لكن وجود أصل الإيمان في حد ذاته هذا هو خطوة ودرجة يستطيع الإنسان يميز بها الحق من الباطل، هي بداية التمييز. هذه بشارة أيضا للمؤمن أن المؤمن يستطيع أن يفرق ويميز، فما عليه إلا أن يعمل بما عمل وما أعطاه الله عز وجل له وما حباه به من هذه المعرفة وهذا التفريق بين الحق والباطل. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن ما نزل من كلام الله عز وجل فيما يتعلق بضرب الأمثال وبغيرها يعلمون أنه حق لا مرية فيه ولا شك فيه، وأنه منزل من عند الله وأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيعلمون أنه الحق. كلمة الحق هنا يعني ينبغي أن نقف عندها قليلا، لأن كلمة الحق والحقوق والمسائل التي يكثر الآن استعمالها كثيرا بين الناس، حتى إن أصبح هناك تلبيس وغبش وتدليس في معنى الحق ومعنى الحقوق، وأحيانا أشياء هي من الباطل ومن الفساد ومن الظلم، ويسميها بعض الناس حقوقا ويأكلون إما يأكلون بها المال بالباطل وإما أنهم يتعدون حدود الله عز وجل ويرتكبون المعاصي وينادون بها ويسمونها حقوقا. ما معنى كلمة الحق؟ لأن الإنسان دائما الأمور إذا أردت أن تكون أمورك مضبوطة بشرع الله وبدين الله دائما تحدد أو يحدد معنى المصطلحات والكلمات. كل كلمة ما في كلام هكذا ما إنسان يلقيه هكذا وبدون أن يعرف معناه ويردده ويطالب به، وحين يبقى يطالب بباطل أحيانا. ما معنى كلمة الحق؟ بحيث إذا عرفت كلمة الحق بعد ذلك تستطيع أن تميز، إذا قالوا لك هذا حق عليك أن تطالب به تعرف ما إذا كان يجب عليك أن تطالب به فعلا أهو ليس ما الحق بل هو ما الباطل، وإن كان الناس سموه حقا. فأحيانا يحصل قلب لحقائق وقلب لأوضاع، الباطل يسمى حق والحق يسمى باطل. ما هو الحق بالمعنى الشرع؟ الحق هو ما يثبت للإنسان بالشرع على غيره، هو ما يثبت بالشرع للإنسان على غيره. خلي بالك من كلمة الشرع، هو ما يثبت بالشرع للإنسان على غيره، أي ما مكنتك الشريعة منه وأعطتك فيه الإذن بدليل شرعي. هذا هو اللي يسميه حق. فمثلا لما نأتي إلى أي أمر من الأمور اللي الآن الناس يعني تداولة في هناك أشياء هي حق، مثلا حق التملك هذا حق لأن هناك دليل شرعي عليه. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، لأن حق التملك معناه أنه لا يجوز التعدي على ملك الغير.
اي لما يكون انت عندك ملك لا يجوز لك لا يجوز لي ان اتعدى على ملكك، هذا يعطيك حق التملك. فاذا التملك هذا حق في الاسلام، حق في دين الله، يدل عليه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، بمعنى انه لا يجوز لي ان اتعدى على ملكك ولا ان تتعدى انت على ملكي. ناس دماها واموالها واعراضها حرام عليها، هذا مثال للحق. مثلا لما تاتي في ما لا شايع مثل الكلام على حقوق المراه، قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا يدل على أن المهر حق للمرأة. قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يدل على المرأة لا حق في الميراث، لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لها نصف الميراث الرجل، فهذا حق من حقوقها. مثلا المرأة من حقها النفقة عليها والسكنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لينفق ذو سعة من سعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه حقوق لأن فيه دليل، فيه عليها دليل شرعي. يأتي ناس مثلا في مصلحة من المصالح، ناس يخرجون بمظاهرات واعتصامات أو يوقفون العمل ويمنعون الإنتاج في النفط أو في الصناعة أو في مصنع ويقول نطالب بحقوق، أو يقال لهم انظر الذي تطالبون به أولا، هل هو بالفعل حق ضايع ولا لي الوسيلة للمطالبة به، وإلا هو ليس حقا أصلا. هنا يقع اللبس والخلط. مثلا الناس يقول لك الآن فوضى الدنيا اللي تحصل حصلة، هذا مرتباتهم 1000 حين يريد مرتبات 1500 وإلا نوقف العمل. هل أنت عندك حق الآن يعني تأخذ 1500 ولا الآن المرحلة التقليدية أن تأخذ هذا 1000 فقط حتى تنتج وتورينا إنتاجك ويتقدم المصنع ويتقدم العمل، ثم بعد ذلك تطالب بحقك بالتدريج؟ قد يكون الإنسان يطالب بما يسميه حقا وهو في الواقع ليس بحق. يعني كثير من الأشياء، أحيانا الموظف مطالب أن يعمل من الساعة 8 إلى الساعة 3، هو يعمل ساعة أو ساعتين فقط، أو حتى يعمل يأتي العمل يعني هو بجثته وجسمه ولكن ليس بعمله، مجرد أنه موجود فقط، ولا ثم يقول أنا أريد حقي، يعني يعمل ساعة أو ساعتين يريد عمل لثمان ساعات، هل هذا حق؟ هذا باطل، هذا يأكل الزقوم، يأكل حرام، غصب غاصب. فلا يجوز. إذن لابد أن نعلم كلمة الحق ما هي، بحيث عندما نطالب المسؤول ونطالب الدولة ونطالب بالحقوق نعرف ما إذا كان هذا بالحق بالفعل هو حق ولا نحن نتعدى ونسمي هذا حق. لأن كثر الكلام على كلمة الحق، كل شيء يسمونه حق، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الإنسان، حقوق يعني حقوق لأول، حقوق حق التعبير، حق التظاهر، حق حرية الرأي، حق الرأي، حق حقوق الأول والآخر. من هذه الحقوق ما هو فعلا حق والناس مظلومون فيه، ويجب أن يطالبوا بحقوقهم، ويجب الناس أن يقفوا معهم في الوصول إلى حقوقهم. لكن لابد أن نعلم ما إذا كان هذا بالفعل هو حق وإلا هو مجرد كلام فارغ، يريدون أن يسوقوه وتضليل لعباد الله ويسمونه حقوق، مثل ما حصل الآن في مسألة ما يعرض الآن على الأمم المتحدة ما يسمى العنف ضد المرأة. الأمم المتحدة معروض عليها مسودة قانون عارضين اليوم للتصويت، للأسف العالم كله يعني مستعد يقبل شيء شنيع لا يمكن يقبله إنسان سوي، فضلا عن كونه مسلما، أي إنسان سوي لا يقبل. يبين لك كيف الآن المحافل الدولية كيف يقودها أهل السوء والعنصريون والصهاينة وأهل الضلال وأهل الباطل، ليجر العالم كله إلى الهاوية باسم تحت اسم وثيقة عنف، العنف ضد المرأة، رفض العنف ضد المرأة. ما هو مكتوب في هذه الوثيقة وما هذه المسودة التي تعرض الآن وتناقش؟ شيء يخجل منه الإنسان، يندى منه الجبين، لا يمكن أن يكون مقبولاً. يعطي للمرأة الحق في حياتها الجنسية تفعل كما تريد، سواء الزنا والزواج شيء واحد لا فرق،
السفاح والنكاح شيء واحد، لا الحرية في ذلك. الرجل إذا أتى إلى زوجته ليعاشرها أو مد إليه يده وهي لا تريده، لا تريد ذلك في ذلك الوقت، من حقها أن ترفع قضية المحكمة، قضية تحريش بها، يريد أن يزني بها ويريد أن يغتصبها، ويعاقب الزوج عقوبة الغاصب. هل هناك بلاء أكبر هذا البلاء؟ ويعرض على الأمم كلها، على الدول كلها، هذا كلام حقيقي موجود الآن، لا يلبسون عليكم يقولون أن أنتم لا تقول هذا الكلام ولا تحسنوا الترجمة. هذا الكلام مترجم من هيئات دولية، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مؤسسة دولية لعلماء المسلمين ترجمت هذه الوثيقة أو هذه المسودة، ليست وثيقة بعد، هي مسودة ومعروضة الآن للتصويت عليها. ويقولون المرأة تماما مثل الرجل، مساواة كاملة، لا يجب على المرأة عدة. لماذا الرجل لا يعتد إذا ماتت زوجته والمرأة تعتد إذا ماتت زوجها؟ قالوا هذا من العنف ضد المرأة، هذا من اضطهاد المرأة، لابد أن تكون هناك مساواة كاملة، ليس على المرأة عدة. كل القيود على النكاح وعلى الطلاق الاثنان فيها سواء، نكاح لا ولاية على المرأة ولا الطلاق عند الرجل، ولا هذه كلها أمور يتساوى فيها، ليس هناك فرق بين الميراث. في الميراث يرثون كما نصف المال هنا ونصف المال هنا، ليس هناك فرق في كل ما يتعلق بأحكام الأسرة وحقوقها، لا فيما يتعلق بالميراث، لا فيما يتعلق بشهادة المرأة والرجل، كل الأمور مساواة كاملة، بل للمرأة أن تختار الطريقة التي هي تعاشر بها حتى بالشذوذ، إذا أرادت هي الشذوذ يجب أن تعاشر بالشذوذ. كلام هذا الآن يطرح على محافل الدولة يسموه حقوق، بل بالعكس أكبر من سموه حقوق سموا أن ضبط هذه الأمور بما ضبطتها الشرائع والأديان السماوية والدين الإسلامي، يرون هذا يصنفونه ويسمونه عنفا ضد المرأة. وللأسف الدول الإسلامية خجولة ضعيفة، تخاف من سلطان كلمة الحقوق اللي فرضوها، كلمة الحقوق أصبحت فيها رهبة، نوع من الإرهاب، لما يتكلم واحد يقول حقوق المرأة لابد الناس كلها تسمع وتسكت، حقوق المرأة لا يفرقها، كلها في سلة واحدة، الحقوق بمعنى الحقوق الحقيقية اللي يجب المرأة أن تطالب بها وهي مضطهدة ومظلومة فيها فعلا، والحقوق الأخرى اللي هي شذوذ جنسي وشذوذ أخلاقي وشذوذ في الذوق ونسف لكيان الأسرة، الأسرة كلها نسفوها، يعني إذا لم توجد أسرة ماذا يبقى؟ لأن هذا الذي تريده بروتوكولات صهيون، الصهاينة يريدون أن يخربوا العالم ويفسدوا العالم، ليس هناك روابط ولا أسرة ولا احترام ولا قوامة ولا رجل ولا كلام، كله يعني ميوعة، كله فساد، انطلاق، إباحة، إباحية، ليس هناك ضابط. لكن هذا عندما يصدر من شخص أو من دين أو من جهة، قد الإنسان يلتمس له بعض العلم يقول هذه أمم أو هذه فرق أو هذه دعوات أو هذه أشياء شاذة. أما عندما يصدر من مجموعة الدول كلها في الأمم المتحدة وتتبنى وثيقة مثل هذا وتطلب عليها التصويت، هذا شيء يعني ماذا الناس، الإعلام إذا كان منصف عليه أن ينحاز إلى الحق، لا أن يقول أنا في منتصف الطرق، هذه أيضا ليست من الحق. الناس الآن بمنطق الأمم المتحدة ومنطق العلاقات الدولية يقول لك أنت لابد أن تكون في مكان وسط، لا تنحاز إلى هذا ولا تنحاز إلى هذا، يرون أن من نزاهة الإعلام ومن صدق الإعلام ومن الشيء اللي هو يرفع به شأن الإعلام، سواء كان قناة فضائية أو معلق سياسي أو كان يعني صحيفة أو جريدة، يرون أن مما يرفع من شأن هذه الجهة أنها تكون حيادية. شوف أيضا التضليل كيف حيادية، يعني هل أنت مطالب بأن تكون بين الحق والباطل، تكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، تكون مذبذبا، هذا هو الحق؟ يعني أن أساوي بين الحق والباطل، أساوي بين الفجور وبين القيم والأخلاق، أساوي بين النكاح والسفاح، هل هذه هي حيادية؟ هل هذه هي الموضوعية؟
الموضعية أن تنحاز إلى الحق. إذا لم تنحاز إلى الحق فأنت منحاز إلى الباطل. فالله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما عندك إلا حق وضلال، ما عندك خط وسط بين الحق والضلال، ما فيه، إما حق وإما ضلال، إما يمين وإما شمال. أما إذا وقفت بين فهذا هو موقف النفاق، موقف المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا عندما يرون هناك مصلحة انضماء الحق ينضمون، وعندما يكون مصلحة انضمام الباطل ينضمون. فهل هذه موضوعية؟ هل هذا حياد؟ هل ضلال؟ هذا لابد أن نضع في مفاهيم وعقول شبابنا أن يميزوا، لأن الآن اختلط الحابل بالنابل واختلط المفاهيم وضيعت كلمة الحق وكلمة الحقوق، أدخلوا فيها كتم الباطل وسموه حقوقا، مثل هذا العنف ضد المرأة يسموه حقوق داخل في حقوق المرأة. هل هذا فيه شيء من الحق؟ هل هناك عاقل يقبل هذا؟ ولكن بعد ذلك انظر إلى الإعلام وإلى الناس كيف يعني يقفون المواقف السلبية ولا ينصرون الحق. لكن لا يكفي أن نسمع هذا الكلام ويدغدغ عواطفنا ونقول والله صحيح ولا كذا، ثم بعد ذلك لا نفعل شيء ولا نحرك ساكنا. هذه أيضا مسؤولية كل إنسان سيسأل عنها. أنت الآن وجدت جماعتين، خذ هذا مثال، يعني هذا مثال أو في مسألة العنف ضد المرأة، وجدت جماعة تقول نريد الإسلام وما أعطى الإسلام هذا هو الحق وهذا يكفينا، وجماعة أخرى تقول لا، ما يعرض الآن في الأمم المتحدة هذا عنف ضد المرأة ونحن نطالب به وكذا، فما موقفك أنت المتفرج؟ لابد أن تنصر إحدى الفئتين، لابد الناس أن ينصروا إحدى الفئتين، ولا كانوا مذبذبين بين ذلك كانوا منافقين. فعندما يتبين لك الحق لابد أن تنصر الحق. الناس لابد أن يعطوا من أوقاتهم. الآن الحكم كما ذكرنا للأغلبية، للضغط الشعبي، لمواقفكم، لابد أن تقفوا مع الحق بالسلم، لا بالإرهاب ولا بالقتال ولا بالعنف ولا بالخروج عن الشرعية، لكن لابد أن تخرجوا وتضحوا وتعطوا من أوقاتكم للحق، لأن هذا سيسألكم الله تبارك وتعالى عنه. هذا تفريط الآن، لأنك إذا سكت وفرطت ولم تسهم وكنت سلبيا ستنتصر كفة الباطل، وتكون الحجة قائمة عليك يوم القيامة، لأنك مكنت، أعطيت القدرة، وليس هناك عليك إكراه ولا إجبار، أعطيت الفرصة بأن تقف وتحكم بالحق وتطالب به، ومع ذلك تركته تهاونا وتكاسلا. عندما كان الأمر فيه عقوبة وفيه محاسبة، والإنسان إذا تكلم بالكلمة يوضع غاياه بالسجون ويصيبه ما يصيبه، أنت معذور في ذلك الوقت. لكن الآن قالوا رفعنا عنك كل حظر، لك أن تطالب بما تريد، حتى إن أهل الباطل انتهزوا هذا السماح المطلق وصاروا يتجمعون للمطالبة بالباطل ويسمونه حقوقا، وأهل الحق للأسف صاروا ضعافا ولا زالوا يتفرجون كما كانوا في السابق. في السابق كان لهم عذر، والله عز وجل يعذرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكان عندك أنت درجة وهي التغيير بالقلب، وتعذر حتى لو لم تطالب ولم تخرج ولم تتكلم أنت معذور. لكن الآن ما العذر؟ ليس عندك عذر، كيف تجيبه عندما يسألك الله تبارك وتعالى عن مسؤوليتك؟ أنت مسؤول، وهذه مسؤولية واضحة حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمها في عنق كل واحد منا، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم، ما في واحد خارج منها، هل استثنى أحد؟ بدأ بالأمير ثم ما دونه ثم ما بدونه ثم الواقف بالباب ثم الزوج ثم الزوجة، ثم ختم بقوله صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. هذه رعاية ألزمك الله عز وجل وهي نصرة الحق، فأنت مسؤول عنها. إنما تعلم الحق لابد أن تتكاتف الجهود، كل قضية تنصر الحق لابد أن تقف معها، لا بقلبك فقط، لأن الإكراه رفع عنك، إنما كان الإكراه موجود كان يكفيك الإنكار بالقلب أو التأييد بالقلب، الآن رفع هذا الإكراه فلا يكفيك التأييد بالقلب،
لابد أن تسهم بنفسك بذاتك وتعطي جزء من وقتك لنصرة الحق. والآن الوسيلة الوحيدة للضغط على كل باطل يظهر ويرفع عنقه هو تكثل الناس وتكاثفهم وكثرتهم مع الحق، لأنهم إذا رأوا 100,000 خرجوا في الميدان ضد هذه الوثيقة سيكون لها أثر كبير جدا، وحتى الرؤوس التي تطل في بلادنا باسم حقوق المرأة ستخفت وتسكت، لأن هناك الآن من ينادي بحقوق المرأة بهذا المعنى الموجود الآن في الأمم المتحدة، ويلبسون على الناس، ليس هذا فقط، يضللون الناس ويقولون دار الإفتاء وغيرها الذي يدينوا هذه الوثيقة هم لم يعرفوا المعنى ولم يحسنوا الترجمة، ولبسوا الأمر بإشارة إلى وثيقة سيداو. نحن لا نتكلم على وثيقة سيداو، نحن نتكلم على المسودة المعروضة اليوم للتصويت. وثيقة سيداو دي كان لها موضوع آخر، لا علاقة بهذا الموضوع. هذه بعد ذلك تأتي خطوة أخرى بعد أن يحصل التصويت على المسودة اليوم، بعدين يحولها إلى وثيقة سيداو لتنص على أن الدول توقع على قرار في الأمم المتحدة يجب أن يكون تكون هذه وثيقة دولية تلزمهم، ومن حق الأمم المتحدة أن تتدخل بالقوة لفرضها. هذه موضوع آخر، خطوة أخرى متقدمة، لكن الآن هم يريدون التصويت على هذه المبادئ الشاذة الفاسدة. ولكن للأسف كيف يقع التلبيس الآن من جماعات تسمي نفسها حقوق النساء وحقوق المرأة في ليبيا، ويقولون إن الوثيقة هذه أو المسودة ليس فيها شيء من هذا، وإنما هو يعني سوء ترجمة، ويخلطونها بوثيقة سيداو. الكلام فيه مغالطة قبيحة، لكن التوضيح هو ما قلت لكم، المسودة الموجودة الآن المعروضة هذا هو الذي تطالب به. فمثلا ينبغي أن يكون الناس مئات الألاف يخرجون لأي قضية مثل هذه، العزل السياسي، أي قضية تراها حق لابد أن تسهم فيها، وإلا سيسألك الله عز وجل عن التقصير، سيسألك لا شك في ذلك. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول؟ إلى متى الناس يعيشون في هذه السلبية؟ كلهم يتفرجون ويبقى العيب يقع على 10 ولا 20 ولا 100، وهذه 10 والـ100 ضدها جيش كبير جدا من أهل الباطل وأهل الفساد، ويدعمونها من الخارج ومن الغرب ومن من لا يريدون دين الله ودين الإسلام ولا حكم الإسلام أن يسود في الأرض، يدعمونهم وتشتد الهجمة على القلة المؤمنة حتى يقضى عليها وأنتم تتفرجون. لابد كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته ويسأل نفسه قبل أن يسأله الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.